تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة نجاح العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023. هذا نصها. حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يشرفني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الانتهاء بنجاح من إجراءات العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، وإنني لأشيد بمشاركة الناخبين مستجيبين لدعوة سموكم الكريمة لممارسة حقوقهم الوطنية في انتخابات سادها النظام والحيادية وتجلت فيها أسمى معاني الولاء والانتماء لوطننا الحبيب والالتفاف حول قيادة سموكم حفظكم الله ورعاكم، وجسدت تمسك أبناء الكويت بتجربتهم الديمقراطية العريقة امتدادا للأرث التاريخي الذي حمله الآباء والأجداد. وأدعو المولى عز وجل أن يكلل بالتوفيق والسداد مسيرتنا الديمقراطية في ترسيخ المشاركة السياسية مستنيرين برؤى سموكم حفظكم الله ورعاكم وتطلعاتكم لتحقيق المزيد من الرفعة والتطور والازدهار لكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء في ظل قيادتكم الحكيمة، وأن يديم عليكم مفخور الصحة والعافية. وتقبلوا سموكم خالص مودتي وتقديري مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد. هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبر عنه سموه من تهنئة بمناسبة نجاح العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، مثمنا سموه حفظه الله ما عبر عنه سموه من ثناء على حرص الناخبين لممارسة دورهم الوطني في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة، وبصورة جسدت تمسكهم بالثوابت الوطنية والتزامهم بالنهج الديمقراطي الراسخ الذي تتميز به دولة الكويت. سائلا سموه الباري جل وعلا أن يحفظ الكويت العزيز الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء، ويوفق أبناء الوطن لخدمته ورفعة شأنه، ويسدد الخطى للارتقاء بمساره الحضاري عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة، وأن يمتع سموه بمفور الصحة وتمام العافية.